ولكن خلاص يعني اليوم 29 وبكره في خواتيم شهر رمضان الفضيل، ربنا ان شاء الله يعني يتقبل طاعتكم. نتكلم عن توديع شهر رمضان الفضيل. جميل، جزاك الله خير. بالتاكيد يعني شهر رمضان يعني شهر عظيم في السنه، والناس بتكون اقرب فيه لله سبحانه وتعالى. صحيح. بالطاعات كل عبادة، يعني أنت صائم وصلواتك والتراويح وبعدك تجي قيام الليل وكل سكناتك وحركاتك خلال هذا الشهر تعتبر عبادة خالصة لوجه تعالى. والصيام طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يعني تقدير قيمة وأجر وثواب الصيام لله سبحانه وتعالى وحده، يعني ما قادرين يعرفوا إنه بعشر أمثاله ولا حسنة بحسنة ولا كيف، لا هو تقديره عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هو شهر عظيم جدا كلنا كمسلمين بالتأكيد يعني منودع بحزن ومنستقبل بفرح. ليش؟ لأنه فيه الحسنات بيقدر الله سبحانه وتعالى وحده. يعني هو سلمنا له، كان حتى الدعوات في شعبان أنه سلمنا له ونسلم له. أيوة الآن كده جاء وقت التسليم. أستاذ بريد، دكتور بريد، كلمنا عن وقت التسليم. إحنا عايزين بعد كده الناس، يعني في ناس كثيرة ممكن تقول لك والله أنا بصوم لكن ما بصلي، تلقاهم بيفوتوا الصلاة نايمين يعني. صح، ودي حاجات صح، ما كلها ما مستحبة. صح، صح. يعني ده الشهر أنا بعتبره دائما محمد بتعجب الكلمة دي بتاع طلاقة رزق، يعني طلاقة الحسنات يعني. صحيح، فرصة يعني هو مثل سوداني الأجر طلاقيت. مثل سوداني. نعم. فهي كلها أعمالنا بتلقطها واحد واثنين وثلاثة بيكونوا لك رصيدك، إذا كانت حتى المعرفة حتى كل الكسب الرزق العيش الأجر. فزي ما قالت أستاذة ناهد أشارت لأنه يعني هو شهر عبادة، فالناس بتأجل بعض العبادات زي الصلاة مثلا. ليش؟ لأنها الشخص بيحتاج يصحى من النوم، وفي عدد كبير من الدول يمكن